السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، نرحب بكم أجمل ترحيب في قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. كما نرحب بأستاذنا الغالي الأستاذ عايش الأهدل، ونرحب به على تواجده على قناتنا المتواضعة. أجمل ترحيب. حياك الله باشا مهندس عبد الرحيم الجابري، مهندسنا وولدنا الغالي. الله يحييك والله يحفظك ويستر عليك يا حبيب، ودائما دائما إن شاء الله من تألق إلى تألق، حفظك الله ورعاك. حياك الله أستاذي الغالي، أنت المتألق دائما أستاذنا الغالي عايش الأهدل، من خلال تواجدك ودعمك المستمر للقطاع النحلي في اليمن خاصة وفي الوطن العربي، ونحن نشكرك على ذلك. أستاذ عايش، تساؤلات كثيرة حول التغذية بالمحلول السكري في بداية فصل الربيع. أستاذ، كم المقادير المناسبة وما هي أو ما هو الهدف من هذه التغذية؟ وهل تختلف التغذية من منطقة إلى أخرى؟ فمثلا التغذية المقدمة في السهول والمناطق الحارة، والتغذية في المرتفعات والمناطق الجبلية، وهل هناك شروط وضوابط للتغذية السكرية؟ وما هي النصائح والإجراءات الصحيحة والمتبعة في هذا الوقت من السنة؟ شكرا جزيلا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. زملائنا الأحباب بربوع أرض السعيدة، اليمن السعيد، حفظكم الله ورعاكم ودمتم سالمين. في هذا الأجالة إن شاء الله نتحدث اليوم عن التغذية السكرية، التغذية السكرية بالمحلول السكري. كثر الكلام خلال هذه الأيام مع بداية وقرب الانطلاق الربيعي في بعض المناطق، معظم الزملاء يتحدثون عن التغذية السكرية. بعضهم يتحدث عن التغذية السكرية، ما هي التغذية السكرية المناسبة لنحلو بهذه المنطقة، ما هي المقادير المناسبة، ما هو الهدف من التغذية السكرية. هذه المواضيع لا النحل انه يضعها نصب عينيه لكي يستطيع انه يواكب حركة نحله، يحفز النحل لكي ينطلق ويكون جاهزا للموسم. الآن إن شاء الله بداية الموسم في بعض المناطق بدأت تباشيرها، وهناك مناطق ما زال النحل في نهاية الشتاء متأثرا بالشتاء. على الزملاء يتأهبون لتجهيز المناحل من أجل تخطي ما بقي من فترة الشتاء، واستعدادا للربيع القادم والانطلاقة الربيعية النحلية اللي راح تكون إن شاء الله مع بداية الشهر القادم، شهر ثلاثة، ما بين يعني مع منتصف شهر ثلاثة بنهاية شهر ثلاثة، هكذا إن شاء الله رب العالمين تنطلق المناحل في كل مكان. هناك مناطق بدأت فيها الثمر بدأ بالتفتح، وبدأ النحل بالاستعداد لهذه الزهرة. إذا ما هو الأمل الواجب على النحال القيام به من حيث التغذية السكرية في هذه الأيام؟ بالنسبة للمناطق المرتفعات، دائما نوصي بالتغذية التحفيزية. التغذية التحفيزية دائما نصيبها بالمرتفعات قبل موسم الانطلاقة، وقبل هطول الأمطار، وقبل بداية تفتح بعض الأشجار. دائما التغذية التحفيزية للمناطق الباردة ذات الجو البارد نوصيهم أن التغذية تكون مركزة حسب درجة الحرارة بالمنطقة، لكن عادة باليمن على امتداد أرض السعيدة نوصي دائما بأنه التغذية السكرية ما تزيد أن إذا كانت مستمرة 1 سكر و1.5 ماء،
هذا إذا كان النحل يغذي نحله تغذية مستمرة بمعدل 3 أيام بالأسبوع، يومين بالأسبوع ومستمر عليها. ما نتمنى إنه يزيد التركيز من أن واحد ونصف، لأنه عادة لمن تكون التغذية مستمرة ويغذي واحد ونصف ويغذي واحد لواحد فرضا، فإن النحل يأمد إلى التخزين، ونحن لا نريد النحل إنه يخزن في هذه المرحلة تغذية سكرية تؤيق الملكة. نريد تغذية تأمل للملكة تنشيط، وفي نفس الوقت لا تأمل للأقراص الشامية أو للإطارات يملأها النحل بأسل التغذية ويضيق على الملكة، ولا تستطيع الملكة إنها تتحرك داخل الأقراص الشامية أو داخل الإطارات. لذلك وفي هذا الوقت بالضبط على النحال إنه اللي يسكن بالمرتفعات إنه لا يركز التغذية أن معدل 1 سكر وواحد ونصف ماء، خصوصا إذا كانت التغذية مستمرة بمعدل مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع. إذا كان بيغذي في الأسبوع مرة واحدة ما فيش مشكلة إذا أملها تركيز بنسبة 1 لـ1، بشرط أنه لا تزيد أن مقدار 50 ملي لكل إطار، هذا للخلايا الحديثة كما أوصى بذلك بعض زملائنا الخبراء بالمجال. لكن التغذية المستمرة على النحال أنه بالمرتفعات لا يزيد التركيز أن 1 سكر وواحد ونصف ماء. طبعا وقت التغذية التحفيزية طبعا وقت التغذية التحفيزية بهذه الأيام، فالتغذية التحفيزية مهمة جدا قبل الموسم. بالنسبة للمرتفعات نعيد ونكرر، بالنسبة للمرتفعات التغذية التحفيزية 1 سكر وواحد ونصف ماء. بالنسبة للمناطق السهلية الواسعة المفتوحة، المناطق الدافئة، الوديان الدافئة، دائما نوصي على أساس أنه يكون المقدار 1 سكر واثنين ماء، بالنسبة للسهول مثل سهل تهامة، وبالنسبة للمناطق الصحراوية مثل حضرموت، شبوة، هذه المناطق المفتوحة، المناطق الساحلية، المناطق الدافئة الآن اللي بدأت الحرارة تزحف عليها. نتمنى من كل الزملاء التغذية السكرية ما تكون مركزة، تكون بمعدل 1 سكر واثنين ماء، خصوصا إذا كانت التغذية خارجية. كل الزملاء اللي يغذون مناحلهم تغذية خارجية عليهم اعتماد 1 سكر واثنين ماء، وكلما كثرت اشتدت الحرارة أكثر يأمل على تخفيف السكر إلى واحد إلى اثنين إلى 1 سكر واثنين ونصف ماء. كلما كانت التغذية مخففة يكون هجوم النحل على التغذية قليل. كذلك لا 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 تحدث لا تحدث سرقات نحلية كبيرة جدا ما بين المناحل. أضف إلى ذلك إنه إذا قدر الله سقطت نحلة وهي تحمل سكر نسبة التركيز حقه قليل، ممكن إنها تطير ثاني مرة من التراب. لكن إذا سقطت النحلة وكمية السكر مركزة فهي تتحاول تتخلص من قليل من السكر فيعلق بها التراب، ومن ثم تنتهي النحلة. لذلك نتمنى من الزملاء ونوصيهم دائما بالمناطق الحامية، بالمناطق ذات الحرارة المرتفعة تركيز السكر لا يتجاوز 1 و2 ماء. إن شاء الله يكون الكل يتفهم هذا الأمر ويراعيه لكي لا تحدث هناك سرقة. مرة ثانية نرجع ونقول، على النحال أو على مربي النحل إنه يحدد الهدف الأساسي من التغذية. يعني أنت تريد تغذي النحل ليش؟ إذا النحال استفاد من هذا الأمر، الهدف من التغذية، هل أريد أحفز الملكة إنها تضع البيض؟ هل أريد من التغذية السكرية إنقاذ النحل؟ إنه أحيانا تفحص المنحل يجي والمنحل مباشرة على وشك الانهيار، ساعتها لازم النحل يتدخل ويعطي تغذية سكرية مركزة، الهدف الأساسي منها إنقاذ المنحل. أحيانا النحل يفحص المنحل فيلاحظ أن هناك في حضانة وهناك في تطور، فيقوم بدعم المنحل بتغذية سكرية على أساس الزيادة من نشاط الملكة، وزيادة من نسبة التحضين، وزيادة تغذية اليرقات للحصول على أكبر قدر ممكن من الجيش النحلي، إما للتقسيمات أو لدخول مواسم أسلية رحيقية. لذلك دائما نطلب من زميلنا وابننا وأستاذنا النحال إنه يحدد الهدف من التغذية. هل الهدف من التغذية أريد الحصول على عسل تغذية سكرية؟ هل
الهدف من التغذية الحصول على توسع كبير جدا في الحضنة وقيام النحل فرضا إذا كان بلدي بالتطريد أو إذا كان حديث أريد أعمل منه تقاسيم. هل الهدف الأساسي إنه فحصت المنحل وجدت المنحل ضعيف وهزيل والأقراص ناشفة؟ ما سبب التغذية الذي أعملها؟ ومن هذا المنطلق يحدد مباشرة النسبة اللي يريدها. فقلنا في نرجع ونقول في المرتفعات لا تتجاوز 1 سكر و1.5 ماء إذا كنت تغذي تغذية دائمة. في السهول المفتوحة والصحاري والمناطق الحامية 2 سكر في الوقت الحالي فما فوق، وإذا كنت بشهر 6 و7 ممكن تصل إلى 2.5، ما فيش أي إشكالية. وفي بعض المناطق يصلون إلى 1 سكر و3 ماء، ما فيش أي إشكالية، لأنه النحل يكون هاجم بقوة خصوصا إذا كان المنحل كبير وكانت المناحل كثيرة في المكان. ما هي الأعمال اللي على النحال القيام بها في هذه الأيام، خصوصا بفصل الربيع، خصوصا إذا كانت الخلايا تقليدية بلدية؟ على النحال الآن فورا التخلص من الأقراص الشمية الزائدة، وهذا الكلام قلناه في مداخلات سابقة كثيرة، إنه على النحال الآن فورا القيام بعملية ضغط النحل. ضغط النحل تتم بالتخلص فورا من الأقراص الشمية الزائدة، إذا كان الشم من جهة الخلف قريب فورا اتخلص منه. إذا كانت هناك قمت بعملية تأتيب في الفترة السابقة، الآن اتخلص من كل التأتيب على أساس النحل إن شاء الله ينطلق ويبني أقراص شمئية الموسم القادم. إذا كان الأود قريب من الخلف، صفيه من الخلف، صفيه من الأسل وصفيه من الأقراص الزائدة من الخلف. وإذا كان الأود قريب من الأمام، صفيه من الأمام، استخرج منه الأسل، استخرج منه الأقراص الزائدة كامل والناشفة، تخلص من بعض الأقراص السوداء على أساس إن شاء الله بالموسم القادم ينزل الشم أبيض، يكون الفائدة منه أكبر. بالنسبة للزملاء الذين لديهم خلايا حديثة، كذلك من الآن يبدأ يضغطها، خصوصا إذا بدأ الجو عندك يعتدل، إذا كنت بمناطق مرتفعات قريبة من سهل تهامة، أو كنت بمناطق مرتفعات قريبة على الصحاري، الآن الجو بدأ بالاعتدال نسبيا، حاول قدر المستطاع تزود النحل بتغذية سكرية تحفيزية، حاول تقوم بعملية ضغط النحل على أساس إن شاء الله يبدأ الانطلاقة الربيعية يستمر في نشاطه. الزملاء الذين لديهم خلايا بلدية ويرغبون في نقلها إلى حديث، ما زال الوقت غير مناسب تماما لتحويل الخلايا البلدية إلى حديث، ما زال الوقت متأخر. حاول كل الزملاء، أتمنى إنه الذين يريدون تحويل الخلايا من بلدي إلى حديث في هذا الوقت لا تصلح تحويل البلدي إلى حديث، انتظر إلى الانطلاقة الربيعية الواسعة، وساعتها ممكن تنقل كي لا تخسر الأود أو تخسر الطائفة اللي كانت بالأود، لأنها ما راح تستقر بالخلية الحديثة خصوصا إذا المراء عندك جافة. بالنسبة للزملاء الذين لديهم خلايا حديثة ثابتة، اللي نريده هذا بالنسبة للخلايا الثابتة، أتمنى من الزملاء الذين لديهم خلايا ثابتة بمناطق قد يتواجد فيها النمل، سواء النمل الأسود أو النمل الأحمر الصغير، يبدأ من الآن بنهاية الشتاء قدر المستطاع ينظفوا الخلايا، حتى ممكن يقوم بترقيم الإيدان كامل ويبعدها عن المرص، ويغير كرسي، يبعد الكرسي ويضع فواصل ما بين الأرض والكرسي، عبارة عن مطايب أو دبات يقوم بقصه وترتيبه، ويضع فيها زيت آدم، زيت حارق من حقل الله. كذلك يأمل لهذه الدبة أو لهذا الزيت، يأمل له مظلة إما بلاستيكية أو كرتونية كي لا يسقط فيها
لا يسقط فيها النحل أثناء أودته من المرأي. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه دائما الزملاء بعد هذه الأيام لمن يبدأ الجو يدفع تبدأ ينشط النمل، يبدأ تنشط الزواحف، تخرج من جحورها وتتجه إلى المناحل، خصوصا المناحل الثابتة، تتجه إليها بهدف إما السكن، أو لأن الجو أصبح دافي، أو للتغذي على الطائفة ومكوناتها. لذلك نتمنى من الآن من الزملاء، طالما نحن بنهاية الشتاء وقد الشتاء بدأ يحتضر والربيع بدأ يزحف والجو يدفع، نحاول قدر المستطاع يستفيدوا من هذا الوقت ويقومون بتغيير الخلايا، ترقيمها وإبعادها عن المنحل، ثم وضع أوازل ما بينها وما بين الأرض وإعادتها على الكرسي الحامل للنحل بنفس الترتيب، وهذا لن يضر المنحل ولن يتأثر به تماما. لكن إذا أهملوها الآن وخرجت الزواحف وخرجت النمل، خرج من جحوره واستقر بهذه بالمنحل، فإنه سيكون مستقر إلى أن تحين الفرصة، ومن ثم يبدأ يهاجم النحل. كذلك أتمنى من الزملاء الذين لديهم خلايا ضعيفة أن يقوموا الآن بعملية الضم، ضم الخلايا الضعيفة مع بعض، سواء كانت هذه الخلايا مكذبة يضمها مع خلايا ضعيفة بعملية الضم المعروفة. إذا كانت الخلايا عبارة عن إيدان بلدي ضعيفة ويرى أنها هذا الأود خلاص وصل من الضعف إلى مرحلة يمكن ينتهي أو يرحل، مباشرة قم بضمه من الآن وبطريقة الضم المعروفة، واستخدم الدخان والرش بالمحلول السكري، أضم الخلايا الضعيفة، لن يحدث هنا قتال. قفز على الملكات إذا كنت خائف على الملكة، قفز على الملكة إلى اليوم الثاني وأطلقها. هذا الأمر بيجعلك تدخل الموسم إن شاء الله القادم بخلايا قوية، وفي أول الموسم أو في وسط الموسم إذا رأيت أنه النحل بدأ يقوى وبدأ ينشط وبدأ ينهض وهناك اكتظاظ، ممكن تقوم بعملية تقاسيم، أفضل لك 1000 مرة من الاحتفاظ بخلايا ضعيفة. كذلك نتمنى من الزملاء ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى عمليات التنسيق، عملية التنسيق ما بين المناحل المجاورة، وهذا الكلام دائما نقوله في محاضرات ومداخلات سابقة، على النحال أنه يعرف من يجاوره. لا تترك منحلك خلص أنت بهذا المكان ثابت، عليك أن تسأل وتسأل وتعرف من المجاور لك، النحالين المجاورين لك على دائرة نصف قطرها 2 كيلو، حاول قدر المستطاع تعرف الزملاء المجاورين لك، نسق مع هؤلاء الزملاء إذا كانوا ثابتين أو إذا كانوا مرتحلين، كما قلنا إذا كانوا ثابتين أو كانوا مرتحلين، نسق معهم بهدف توحيد ساعة وضع التغذية السكرية، توحيد التركيز المتفق عليه ما بين النحالين، هذا بيوفر على كثير من التعب. لكن الأخ النحال إنه خلاص نحله في منحله الثابت، لا يهتم بالنحالين الوافدين، لا يهتم بالنحالين المجاورين، وفي لحظة من اللحظات يأتي ويشتري يشتكي أن هناك منحل تعرض للهجوم، تعرض للسرقة النحلية، تعرض لعملية التوارد ما بين الخلايا. حاول قدر المستطاع أنك تنسق مع النحالين المجاورين جنبك بهدف تنسيق ساعات التغذية السكرية سواء كانت داخلية أو خارجية، هذا بيفيدك كثير. كذلك نتمنى من الزملاء مع أول الانطلاقة الربيعية القيام بعمليات التوازن ما بين الطوائف، الاحتفاظ بطوائف قوية جدا متوازنة في مستوى واحد. الطوائف الضعيفة كنا نتخلص منها بعملية الضم، الخلايا الميتمة والخلايا المكذبة هذه حاول تضمها للخلايا الضعيفة، وريح بالك حتى الموسم القادم، ومن ثم اعمل عملية تقاسيم أو عملية طرود لتعويض الفاقد. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا إلى سرد بعض الحاجيات اللي يحتاج ليها النحال في هذه الفترة، وبعض النصائح لزملائنا النحالين. نتمنى من المولى سبحانه وتعالى أن يكون
هذا الموسم القادم بإذن الله أفضل للنحال اليمني من حيث الإنتاج، سواء على مستوى النحل القوي والطرود أو على مستوى الأسل وقوة النحل. حفظكم الله ورعاكم ودمتم سالمين.